يقعدوا يقولوا كابتن عجلون بنزل لنا تمرين عن ايه، نزل لنا تمرين عن حرق الدهون، التمرين مش عارف عن ايه وعن ايه وعن ايه. يعني مع احترامي للكلمه، هو انتوا اساسا بتدفع له؟ بلاش نضحك على بعض، انتوا بتدفع له؟ واحد ما بيلاحظ في التفاعل، لا التفاعل 0%. والفتره دي لحد دلوقتي بطلوا يدفعوا. فين اللي عشاق الرياضه؟ فين اللي بيحب عجوز؟ اللي بيحب القناه مش سامع لكم لا صوت ولا حس. حتى الاخ المحترم الاستاذ رامي اللي كنت بعمل معاه لقاء بطل يطلع معاه في الفيديو من قله التفاعل. مع احترامي لو في تفاعل انا هستمر. انتوا نايمين عندي في القناه يقول لك استمر استمر استمر. يا راجل ده التفاعل ده حاجه صعبه. يا ما نزلت فيديوهات عن حرق الدهون، عن كمال اجسام، عن حاجات كلها، عن تمارين كلها عن حرق الدهون، وانتم مش بتقدروا الواحد. عليا يا شباب بقى استمر. فين الدعم وفين السير؟ اصحوا كده في التفاعل.